أعزائنا المشاهدين في كل مكان، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حضراتكم، برنامج مستشارك القانوني. النهاردة عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا، هي معركة إن إحنا ما نيأس. في قول مقصور بعض الناس بيعتقدوا إن هو يعني حديث قدسي أو حديث نبوي، لكن هو قول مقصور بيقول على لسان رب العزة سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرن من لا حيلة له حتى يتعجب منه أصحاب الحيل. رغم أن هذا قول مقصور، إلا أنه يتناسب مع عقيدتنا في واعتقدنا في رب العزة أنه هو قادر على كل شيء. اوعى تيأس مهما كانت إمكانياتك ضعيفة، اوعى تيأس مهما كانت الظروف بتحاوطك بكل قسوة وكل صعوبة، مهما كنت بتواجه صعوبات، ممكن بكرة في لمحة عين بأمر الله سبحانه وتعالى تكون من المشاهير، بل تكون سوبر ستار من المشاهير. مع احنا النهارده هنبدا في فقرتنا الاولى كلامنا عن مكواجي في منطقه شعبيه اسمه شعبان. هو ما اسموش شعبان، لكن هو ده اسم الشهره ليه. المكواجي ده ما يحملش كتير من الامكانيات العظيمه، لكن تحول بفضل الله الى انه يكون سوبر ستار وحديث الناس، سواء كان حي او سواء كان ميت. ده حبيب مصر الله يرحمه، عم شعبان عبد الرحيم او شعبولة زي ما الناس بتحب تقول عليه. شعبان عبد الرحيم كان عايش في مجتمع فقير بتحوطه بظروف صعبه جدا وظروف تقهر اي انسان، لكن لانه بس قال يا رب واجتهد رغم امكانياته الضعيفه بقى نجم. كل ما تحاول تيأس، كل ما تفكر في اليأس، افتكر شعبولة. وما لقيناش ان اجدع حد واحسن حد واطيب حد يتكلم عن الفنان العظيم الكبير فنان شعبان عبد الرحيم غير الله يرحمه طبعا، غير رفيق عمره الفنان والشاعر اسلام خليل. بنرحب بيك يا استاذ اسلام، وبنقول لك شرفتنا في البرنامج النهارده. ربنا يخليك يا دكتور ايمن، وانا سعيد ان انا معاك، وبجد يعني وشخصيه محترمه واعلامي كمان برضو محترم، وليا الشرف طبعا. ربنا يخليك. احنا اولا عايزين نتكلم على اول لحظه شفت فيها الفنان شعبان عبد الرحيم. هو انت طبعا فاجئتني بصراحه في ان ده الحوار اللي احنا هنتكلم فيه، لان يعني انا بقدر الامكان بحاول، يعني بحاول جاهدا ان انا اتناسى مش انسى. حد ينسى الذكريات الجميله؟ اتناسى، انا بقول اتناسى مش انسى، عمرها ما تتنسي، عشان انا يعني في اتنين بتعب نفسيا جدا اما ايه اما تيجي سيرتهم. حتى في كلام والدتي الله يرحمها متوفيه قبل عم شعبان بسنتين كده، وعم شعبان طبعا يعني دايما انا اقول ايه، ما في زي ما انت قلت ما فيش حد غالي على ربنا سبحانه وتعالى، بس في ناس انت بيبقى مهيئ ليك سبحان الله وانت عايش كده ان الناس دي هتفضل معاك على طول، مش حاطط انت في دماغك. احنا النهارده مش عايزين يبقى حديث الحزن وحديث الذكريات الحزينه، احنا عايزين ندي امل للشباب. اول مره شفت فيها شعبان عبد الرحيم كانت ازاي؟ لا هو إيه؟ هو انت حته التفاؤل دي اللي انت قلت عليها، وانا في غنوه سبحان الله لو اعرف كده كنت جبتها، بتقول يا بياعين الياس كفايه بقى احباط. جميل. يعني غنوه جميله جدا يعني. فعم شعبان قابلته في فرح عندنا في القناطر الخيريه، انا من منشات القناطر، والقناطر الاثنين يعتبروا واحد يعني. فقابلته في فرح شعبي كان فيه فنانين كتير جدا، وكنت المره الوحيده اللي انا شفت فيها الله يرحمه رمضان البرنس، وكنت هكتب له ساعتها برضه اغاني. فعم شعبان انا بعزف مزيكا يعني بعزف اورج، فعشان كده تواجدي في الافراح كان كتير، لان انا شغال في الافراح نفسها يعني، بخلاف في حته التدريس اللي انت عارفها. فهو حد قال له ان انا بكتب شعر كمان يعني، خلاف ان انا عازف اورج وكده. فقال لي ايه، عايزك تكتب لي اغنيه اسمها سادي يا خيشه. هو لا، ما هو كان عامل كداب يا خيشه مكسره الدنيا وبتاع وكده. فهو عم شعبان اما انا بقى بعد كده عرفته طبعا بيحب انك خالف تعرف. فانا قلت له ليه، وانا بقى كنت واخد في السنه دي احسن شاعر على مستوى الجمهوريه عن قصر ثقافه القناطر الخيريه، مسرحيه اسمها باي باي عرب، تاليف نبيل بدران، اخراج الحاج امين انديل، اكتب صادق يا خيشه. المهم سهرت وقلت تحدي مع نفسي هكتب الغنوه دي، وكتبتها ورحت له يعني اعجب جدا وما صدقش ان انا ايه ده شاعر بجد.
وبعد كده قلت له يا عم شعبان سيبني بقى اكتب لك بمزاجي وشوف ايه النتيجه، لو ما حسيتش ان في تقدم وتغيير هيحصل خلاص ما تبقاش غير انا بختصر لك كمان. اشتغلنا مع بعض بقى، عملت له ما بخافش، وانت عارف يعني عايز تقول ايه بلغه الكاسيت والحاجات بتاع زمان يقول لك كسرت الدنيا. دي فرقعت الدنيا مش كسرت الدنيا، لدرجه كان بيروح الافراح اما يكون فرح مثلا في طنطا ولا حته بعيد يروح لابس الجلابيه وينام في السكه لحد ما يوصل عند الفرح يلبس من كتر ما هو بيشتغل. ايوه كتير 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 وتوالد بقى. في ناس بتتهمني انا شخصيا وبعض الناس ان احنا ضد الفن عموما او ضد الفن الشعبي. انا بقول قدام الكاميرا احنا مش ضد الفن الشعبي ولا ضد الفن عموما، احنا بنرحب باي فن مهما كان بس يكون فن. ايوه صح. الاستاذ الكبير الشاعر قال انا الاول طوعت الفنان شعبان عبد الرحيم وجريت معاه السوق، لكن ابتديت بعد كده ان انا اعمل يعني حاجات احسن واحسن واحسن لغايه لما وصلتوا ان انتوا تقدموا يعني اغاني وطنيه. اول اغنيه وطنيه بتاعت اسرائيل فاكرها؟ لا ده انا عايز اقول لك يا دكتور ايمن ان معلش يعني انا مش دكتور انا الله. ربنا يكرمك ويسمع من بقك ان شاء الله. فانا ما هو ما الدكاتره في محامي دكتور وفي ايوه بس ما خدتش دكتور فان شاء الله تاخدها باذن يا رب باذن الله فالحلو يعني يا رب. فبقول لك كان في الوقت ده الفن الغنى الشعبي برضو كان زي الفتره دي فتره المهرجانات والحاجات البايظه دي كلها. جيت انا الحمد لله من عند ربنا اما عملت مع مشعبان هبطل السجاير وبعدين بعديها بكره اسرائيل شكل الغنى اتغير في مصر كلها. يعني قعدنا 3 سنين الناس كلها حتى المطربين بقوا ايه مش يقول لك هو ما فيش حد هيغني تاني ولا ايه؟ لان كان يعني تقدر تقول مكسر الدنيا بجد. اللي بيروح يشتري شريط من عند بياع الشرايط يقول له اديني شرايط شعبان عبد الرحيم، مش يقول له هات شريط كذا، الشرايط كلها. فكان اذا انت بتتفق معايا ان الكلمه الحلوه طبعا يعني بتعلي صاحبها. طبعا. طب الناس اللي دايما بيقولوا ان هم بيستخدموا، انا مش عايز اجيب النهارده مشاكل في البرنامج، انا عايز اتكلم في بعض القضايا البسيطه اللي تحاول توضح للمشاهد احنا قصدنا ايه وعايزين نوصل لايه. الشاعر اسلام خليل ده مدرس ويعني ومدرس وفكره عالي، نزل للفن الشعبي بدل ما ينزل باسلام خليل. اسلام خليل رفع الفن الشعبي والنهارده احنا بنستقبله بنفتخر ان عندنا شاعر للفن الشعبي زي اسلام خليل. احنا اهم حاجه بتهيألي ان الالحان، انا متهيألي الالحان كلها شبه بعضيها عشان انا مش متخصص، لكن الكلمه اللي بتفرق. ايه رايك في الناس اللي هم بتوع المهرجانات اللي بيقولوا كلمات رقيقه وكلمات يعني فيها حاجات جنسيه وانحرافات سلوكيه؟ ايه رايك في الناس دي؟ هو بص هي ما فيهاش كلمات خالص، مش فيها بعض الكلمات، هي كل الكلمات. ليه بقى نرجع للنقطة اللي انت قلتها بتقول اسلام مدرس. كلمة شعر دي مش كلمة بسيطة، كلمة شعر دي يعني نزار قباني، يعني عبد الرحمن الأبنودي، يعني صلاح جاهين، يعني بيرم التونسي، يعني عنترة بن شداد، يعني فراس، كل الناس فراس الحمداني، الناس اللي كتبت أشعار. ففي قراءة، في ثقافة، في حاجات كتير، في اطلاع عشان تبقى اسمك في الاخر تقدر تقعد قدام حد وتقول انا شاعر. مش انت تقول كلمتين شبه بعض بالكلام الالفاظ اللي احنا بنسمعها دي ويطلق عليه شاعر كده زيه زي وزي ايمن بهجت قمر وزي مصطفى كامل، حتى بيختاروا زي اسماء يعني اسماء مش لطيفه، مش عايز اتكلم عن اسماء معينه يعني بقت حاجة ويكتبوها زي الناس المدرسين اللي بيكتب لك ايه نجم الكيمياء مش عارف ايه اسد الفيزياء. فبرضو بقت كده. والمشكلة في بعض القنوات اللي هي برضو بدون المستوى اللي بتذيع الاغاني دي. يعني مش عايزين نقول ايه اليوتيوب مين هيمسكه، لا اي حاجة دلوقتي ممكن سهل تتحكم فيها. يعني قصد حضرتك متفق معايا ان الكلمة هي المعيار الاساسي في الغنى، وان الفن ليه رسالة عايز يوصلها للناس في الغنى بالكلمة، صح؟ هقول لك حاجة، في الغنى، في التمثيل، في المقال اللي في الصحافة، في أي حاجة هي الكلمة. لو ما فيش نص هيبقى في مسلسل ما اللي بنتفرج عليه في رمضان. أنا بتكلم على الفن تحديدا والفن الفن الشعبي تحديدا بالذات اللي أنت حضرتك يعني مثمر فيه وليك دور فيه.
احنا من حقنا نهاجم الكلمه الوحشه في الاغاني الشعبيه ولا لا؟ ونتخذ ضدهم الاجراءات القانونيه طبعًا ولا طبعًا. خلي بالك ده برنامج قانوني مش برنامج فني طبعًا. لكن القانون هو بيهذب المجتمع. طب انت حضرتك كشاعر، الناس بتقول ان الشاعر اللي هو شاعر العاميه بيبقى متهيألي الناس بتشوفه في نظره ادنى شويه من شاعر الفصحى، لكن انت خالفت هذه القاعده والناس نسيت ان في يعني فطاحل وناس اباطره عبد الرحمن الابنودي وغيرهم وغيرهم وصلاح جايين. الكلمه اللي في اللحن مش هي الاساس؟ طبعا. انا عايز اقول لك حاجه، بعض الحاجات ممكن بقى الناس بعض الناس ما تكونش عارفاها، مع اني ما اعتقدش. انا عامل لحكيم اغنيه اسمها رمضان كريم، الغنوه دي ان شاء الله برأي النقاد انها تعيش 100 سنه باذن الله زي رمضان جانا بتاعت عبد المطلب، مع الاستاذ محمد سعد عامل انا تقريبا تقدر تقول اغاني افلامه كلها، استاذ احمد ادم يعني انا اشتغلت مع نجوم السينما، تعالى شوف المخرجين، اول اتنين مخرجين انا اشتغلت معاهم استاذ داوود عبد السيد فيلم مواطن ومخبر وحرامي، استاذ رأفت الميهي عمالقة الإخراج في مصر والوطن العربي، بعد كده محمد ياسين، بعد يعني كده. أنت بتتفق معايا لما بتتخذ إجراءات قانونية وإجراءات صارمة وبلاغات ضد الناس دي اللي بتسيء بالكلمة وبالذات وبيدعوا إن هم مطربين أو فنانين، بتتفق معايا ولا تبقى ضدي؟ ما لا أنت صريح. أتفق معاك لسبب، الفساد ما هوش رشوة بس في أي مكان من الأماكن الحكومية. الفساد ما هوش توك توك ماشي عكس، الفساد ما هوش سرقه ولا اي حاجه ما فيهاش التزام اللي موديانا في داهيه كلنا في بعض الحاجات، مش انك تخسر سور كوبري او تكتب مش عارف ايه على ايه. الفساد من ضمنه ان الكلام اللي ينتشر بين اطفال وبين شباب، وبعد كده تبقى دي قيمه من قيم المجتمع. طيب احنا عشان ما بقاش ضد الفن بنقول كلام وبنعمل عكسه، في دعوات بعوده النشاط الفني كاملة وعودة الأفراح عشان الموسيقيين تعبوا من أيام كورونا. أنا ليا وجهة نظر إن مش هيقدر في سيطرة على الأفراح، إن حتى صاحب الفرح اللي بيقيم فرح مش هيقدر يسيطر، وإحنا طبعًا يعني شفنا أفراح شعبية كتير وعشنا أفراح شعبية كتير. مش هنضحك على بعض، حجم الناس اللي هتخش الفرح هتبقى كبير جدًا، وممكن يعني الكورونا لسه ما خلصتش. ايوه صح. والناس دي بتتحجج ان هي يعني قاعده بقى لها 5 6 شهور فعايزه ترجع الافراح والنشاط الفني للمجتمع التاني. انا مش ضدهم، انا عايزهم ياكلوا عيش. انا كنت بطالب لما كنت المحاكم واقفه كنت بطالب بعوده النشاط القضائي. أيوة لان برضو كلنا يعني بنتمنى ان احنا نعيش عيشه كريمه ونشتغل. بس تفتكر ان عوده الافراح والنشاط الفني هيمكن السيطرة عليه ولا ممكن يدورنا في خلال أزمة كورونا اللي ما زلنا عايشينها؟ هو أنا يعني إيه ممكن أقول رأيي يتاخد بيه أو ما يتاخدش. في الأونة الأخيرة انتشرت قاعات الأفراح كتير جدا. تمام. كويس؟ بخلاف القاعات اللي في الفنادق والحاجات دي. كل الأماكن اللي هي ليها صاحب أو مدير أو إدارة ممكن يرجع فيها الأفراح ويبقى هو اللي مسؤول عن إدارتها وعن عدد او كذا او كذا، انما اللي انا معترض عليه وبقى وناس كتير هتزعل مني فرح الشارع، ومش عشان كورونا، هي كورونا دي جت مصلحه. افراح الشوارع برضو في الاونه الاخيره ما بقتش افراح الشوارع الجميله بتاعت زمان اللي كنت تلاقي الناس قاعده فعلا بتسمع وصاحب الفرح عامل الحريم هنا وعامل الرجاله هنا، بقت فيها بعض الظواهر اللي مش كويسه اللي هي سببها المهرجانات برضو. اللي تلاقي شباب قالع ملط، تلاقي معرفش خناقات، تلاقي حاجات مش شكلها مش حلو. طب يعني احنا هنوصل النهارده يعني مشترك القانوني هيوصل حل انت قلته بيوافق نظرتنا لعوده الافراح والنشاط الفني بصفه عامه، يعني ان يرجع النشاط الفني في القاعات ويتمنع مؤقتا افراح الشوارع، يعني لحين يعني ان احنا نقدر نطمن على كورونا، على الاقل احنا بنتحجج بكورونا. أيوة صح. يعني مش هنتكلم في الحاجات التانيه. صح. طيب احنا كان بيقابلكم انت وعم شعبان، نرجع تاني عم شعبان، كان بيقابلكم مشاكل قانونيه اثناء الافراح؟ كان بيحكي شويه نوادر كده علاقته بالضباط قبل وبعد الشهره. هو بص، في يعني ناس تقدر تقول ايه دي حاله ما فيش منها كتير، زي مثلا اي نبات جميل او اي حاجه جميله وكده او اي فاكهه جميله زي بتطلع قليل. عم شعبان ده
من الفاكهة النادرة ومن الحاجات الجميلة اللي ايه الحالات الخاصة. فهو كان محبوب من عند ربنا، علاقاته بكل المجتمع دي حاجة، علاقاته بجهاز الشرطة والضباط وناس كتير كانوا بيحبوه طبعا لأدبه واحترامه، وشخصية جميلة وراجل برضه كان ليه هبة كده وسنه وكل حاجة، وكان بيحترم رجل الشرطة جدا. وكان بيقول ان هو في ضابط معين قبل الشهرة كان عامله بطريقة، وبعد الشهرة عم شعبان هو فكره بهذه كان الواقعة. بيقول لأولاده ايه، يقول له ما تتعجرفش مع ضابط في كمين يقول لك وريني رخصه ولا انزل ولا اعمل، عشان هو كده في مكان شغله ما هوش قاعد معانا على الكافيتيريا، ولا هو ضيف عندنا ولا احنا ضيوف عنده، هو كده في مكان شغله. وريني توريه، ما تقولش هو ده حتى اللي كان ما كان قاعد مع ابويا بالليل، ما او انا صاحبنا، مشهور. او انا ابن فلان. فدي برضو كانت ميزه فيه. انا بالظبط هو كان بيعاملني زي ولاده، وتقدر تقول اكتر كمان شويه. لو شافني بس ان انا هعمل حاجه فيها مش مخالفه للقانون او لا مش القانون مش مظبوطه، واحد عزم عليا بسجاره وانا ما بدخنش، فهو اساسا يروح باصص لي بصه كده مع انه كان بيدخن. ما هو ماشي، بس التربيه انه انا احب ابني يطلع احسن منه ايا كان يعني، فهو يروح باصص لي بصه كده فانا انبسط ان هو خايف عليا، ان هو بيحبني. قصدك تفعيل دور الاسره في ان هي توصل الوعي لاولادها ان ازاي يتعاملوا مع قطاع زي قطاع احنا بنحتك بيه دايما، هو قطاع الشرطه، وان نكلمهم بالاحترام الواجب ونخضع للقوانين، لان اللي بيحكمني وبيحكم الضابط مش علاقه شخصيه ولا في بينه وبينه حاجه. ايه الرخصه؟ اتفضل. بتحقيق شخصيتك اتفضل، حتى لو كنت من المشاهير، ده امر بيوجبه القانون. طب احنا هنخش بقى في مساله تانية، هي مساله بدام دخلنا بقى في موضوع الاهل. انت عايزين نعرف حضرتك جد ولا جوزت ولا لسه ولا ايه؟ عايزين نكبرك شويه، ايه رايك؟ هو طبعا ما احنا مش هنقدر نمسك الزمن. يعني انا عارف عم شعبان داخل لي في 30 سنه اصلا. في جزء منها كبير ما كناش لسه يعني عملنا حاجات اللي عملتنا زي بطل السجاير وبكره اسرائيل، في فتره من الزمن كان لسه تعارف وبتاع وبنخبط يعني، برضو الموضوع مجسه. انت بتهرب بالسؤال؟ لا انا هقول لك بس ان ولا لسه كبر يعني، برضو ما هو بقيت اب فبالتالي هبقى جد. يعني بقيت جد. يعني جوزت بنات وصبيان؟ بنت، هي في بنت اتجوزت ولسه حاليا مخلفه. يعني انت لسه جد جديد يعني؟ لسه جديد. طيب الف مبروك، بنبارك لك هي وبارك لبنتك. جديد بنبارك لك. بس بالمناسبة انت قلت عم شعبان كان دايما بينصح ولاده بالتعامل مع قطاع الشرطة اللي هو محتك بيه، لكن احنا عندنا مشكلة هي قانون الأسرة. كل الناس يعني بتقول ان قانون الأسرة المفروض علينا هدمه وبنيته من جديد. هل قانون الأسرة طال حد من 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 المقربين لحضرتك، او انت احتكيت بقانون الأسرة وشايف قانون الأسرة ده صالح أو بالصالح، أو حتى من الناس اللي بتسمع عنهم، إيه رأيك في قانون الأسرة يعني وعلاقته، وهل بيحل مشاكل ولا لا؟ هو أنا طبعًا مش ضالية في الموضوع ده، بس لا مش ما حصل يعني، بس بتسمع ما حصلش، بس أنا بحترم القانون ده لسبب، لأن على ما أعتقد إن هو في حق الست أكتر، وفعلًا مش كل الستات قوية ولا تعرف تاخد حقها ولا عندها الدخل اللي ممكن يعيشها او تستغنى في اي موقف. وموضوع الطلاق ده بقى سهل، لان طلع جيل من الشباب مستهتر، ما هوش على قدر مسؤوليه انه يبقى زوج، فتسمع ان بعد شهرين في طلاق، بعد سنه في طلاق، بقى مش عارف، في اختلافات. فالقانون ده، طب انت سمعت ان القانون ده موجود؟ سمعت ان القانون دوت يعني بيدي حقوق للناس، او شايفه، او حد قال لك بيشتكي من هذا القانون؟ لا انا شايف اغلب المشاكل اللي انا اتحكت قدامي ان القانون ده كويس. طب هنستنى على الكلام دوت، مع انه انت بقيت النهارده معارض شديد جدا، وعايزين معانا رأي الدين الشيخ مولانا الشيخ عمرو الليسي معانا. السلام عليكم. معالي المستشار، ازيك يا شيخ مولانا؟ عامل ايه؟ ازيك يا معالي المستشار؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي، الله يستر ونعمه. عملنا حلقات كتيره بنقول احنا جالنا هدم القانون الاسره، والاستاذ اسلام بيقول ده قانون كويس.
مش هناخد رايك في قانون الاسره دلوقتي، لكن انت شايف مثال للاخلاص لرجل اسمه الشاعر اسلام خليل، كان مخلصا للفنان شعبان عبد الرحيم حيا وما زال مخلصا له حتى بعد وفاته. كلمنا لو تكرمت يا مولانا عن فضيلة الإخلاص وأثرها وأساسها في الدين إيه؟ بسم معانا الله الشيخ والحمد عمرو. لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا زي ما حضرتك ما عليك كده بتقول إن فضيلة الإخلاص من يعني الإخلاص، الإخلاص. طبعا الإخلاص، بس هو أنا أقدر أسميها حاجة يعني أعم من الإخلاص شوية، اللي هو الوفاء. والوفاء خلق يعني قل وندر في هذا الزمان. حتى بقى للأسف يقول لك الوفاء الآن في الكلاب فقط، يعني كأن تجردت الإنسانية عن الوفاء. فطبعا يعني الوفاء لأي حاجة، يعني حتى زي ما بيقولوا المصريين كده، للعيش والملح، للتربية، للصداقة، للجيرة. فأنا أسمي الانتماء لأي شخص وعدم يعني التنكر ليه حتى بالذات بعد الموت بسميه أعلى درجات الوفاء. هو طبعا الوفاء يندرج تحت الإخلاص. ودي برضه شهادة من الشيخ عمرو الليثي لشاعرنا، إن هو بيديله جايزة على الهوا للشاعر إسلام خليل. احنا بنشكرك جدا، معلش ربنا اسف يخليك. لقطعتك، بس دي شهاده انا بعتز بيها وبهديها للفنان الشاعر اسلام خليل. ربنا الله يخليك. يحفظك يا معالي المستشار، الله يحفظك يا معالي المستشار. هو الوفاء مطلوب في كل حاجه، وطبعا الشاعر اسلام خليل معرفه طبعا، واتقابلنا قبل كده ربنا انا يخلي فاكر. حضرتك ليا الشرف طبعا. الدين بيقول ايه؟ الدين بيقول ايه يا مولانا؟ لا شك ان الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة ايمن به: والسلام. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. نعم. والاخلاص نعم. والوفاء في اعلى نعم. مراتب الايمان يعني، واعلى مراتب الاخلاق. فحتى لو كان ظاهر الانسان المعصيه، وظاهر الانسان انه مش متدين، وظاهر الانسان انه هو كده، لكن اذا كان في هذا الخلق فهذا الانسان فيه خير كثير. والوفاء والاخلاص للاحياء، ويعني اذا كان ده من اعلى حاجه فهو للاموات اولى. وان انا افضل يعني مخلص لصديق او لمثلا جار لاخ، فده لا شك ان هو من اعلى الخلق. والله انت اللي خلقك من اعلى الخلق، واحنا بنشكرك جدا على ربنا يحفظك يا معلم مداخلتك الشرف، ربنا الكريمه يحفظك. ديت، افدتنا واسعدتنا ربنا واديتنا يحفظك. شهاده وجايزه لضيفنا الكريم على ربنا الهوا. يخليك. احنا بنشكرك جدا مولانا الشيخ عمرو الليثي حبيبي وصاحبي، ويعني واتشرف ان انت دخلت معايا هذه المداخله. ربنا يحفظك. اشكرك جدا ربنا يا فندم، اشكرك شاكر. جدا. احنا فاضل دقائق على الحلقه وتخلص، لكن عايزين نقول في الحلقه دي كلمتين. عايزك بدون احزان تقول لنا اخر يوم شفت فيه شعبان عبد الرحيم وذكرياتك فيه. عايزك تقول من غير ما دموعك تنزل، من غير ما تحزن الناس، عايزك تشوف اللحظة الأخيرة اللي شفت فيها صديق عمرك شعبان عبد الرحيم. هو انا اخر مرة شفت عم شعبان الحمد لله كان حاجة، كان لقاء جميل، وهو كان كويس وسليم وبصحة جيدة، وكنا بنسجل ثلاث اغاني عن احداث اللي حاصله في مصر، عن الخاين وائل غنيم، عن الخاين محمد علي، عن الخيانه العظمى قناه الجزيره. يعني كنتوا في اخر لحظات حياه الفنان، كنتوا بتعملوا دور الفن الوطني لخدمه الوطن. الله يبارك. عملنا الثلاث اغاني دول وايه، وانا قلت له الله الله الله، ده انت زي الفل النهارده، حافظ بقى على نفسك بقى. كنت حسدته ما اعرفش بقى، الله اعلم، بس احزن احسد ابويا. فالمهم فانا خدته لحد العربيه، يعني سبحان الله برضو ده، دي حاجه بقى بتاعت ربنا. طلعت معاه من الاستوديو قال لي خلاص خليك انت بقى عشان هياخد الاغاني يعني. قلت له لا اوصلك لحد العربيه، ورحت حاطط ايدي في ايده ووصلت لحد العربيه، قلت له عايز حاجه؟ السلام عليكم. السلام. بعديها سجلنا غنوه، دي كانت الغنوه الاخيره لاحد الاشخاص المعروفين، شركه كاعلان يعني، سجلناها له. فانا
عشان بقى ما شافوش وهو في حاله مش كويسه، كان عامل عمليه وكذا، اتاخرت في الطريق ما رحتش فما شفتوش، وانا حمدت ربنا ان انا ما شفتوش، لان لو شفته وتعبان كنت هبقى زعلان. طيب هتقدم صدقه جاريه على روح شعبان عبد الرحيم صديق عمرك؟ احنا عايزين تكون صدقه فنيه، ولا لا؟ عشان خلاص حلقتنا بتوشك على انتهاء القعده معاك، ربنا كاننا حسينا ان هي لحظات يعني. احلى صدقه جاريه انا بعملها وعلى طول دايما، ان انا بدعي له في صلاتي زي ما بدعي لابويا وامي بالظبط، واما بقرا القران بوهبه برضه لابويا وامي وليه بالظبط برضه زي ما. فانت تكون ابن صالح لا ينقطع عمله الا اذا مات ابن ادم، فلا ينقطع عمله الا من ثلاث. ابن صالح، وانت نعم الابن الصالح الذي يدعو له. وفي نهايه حلقتنا انا عايز اقول طلعنا بالحلقه دي بايه؟ الاخلاص، او زي ما الشيخ عمرو الليثي قال الوفاء. الوفاء اللي قال النهارده، الوفاء اللي ابتدى ينسحب من حياتنا. كل الانسان بيحاول ان هو يكون احسن من التاني على حساب التاني. احنا مش هندي النهارده نصايح وحكم، لكن احنا عايزين نقول ان الوفاء ما يكونش بس النهارده في الكلاب بس، لا، ده الوفاء صفه في الانسان. وخرجنا من الحلقه دي ان انسان متواضع جدا في منطقه شعبيه فقيره جدا بينتهي المهنه الى حد ما متدنيه جدا، اصبح النهارده وبعد وفاته علم من اعلام الفن الشعبي. محدش ييأس، اوعوا مهما الظروف تغلبكوا، اوعوا تيأسوا. اليأس انا بعتبره كفر، وهو فعلا كفر. مهما كانت ظروفك صعبه، مهما كانت الدنيا واقفه معاك، اوعى تيأس. انت عايز تقول كلمه اخيره؟ كلمه اخيره بس، اتفضل قول بس بسرعه والله وقتنا. ما هي كلمه اخيره؟ دعوه لشعب مصر كله المحترم اللي وقف جنب بلده في 30 يونيو وفي كل الاحداث اللي حصلت، ان كلنا ننزل الانتخابات بتاع مجلس الشيوخ ان شاء الله. مش مهم انت هتنتخب مين، المهم صورتنا قدام العالم كله تبقى صوره مشرفه في ظل الاحداث الكتير اللي حاصله في العالم. احنا حلقتنا او الفقره الاولى من حلقتنا او شاكت على الانتهاء، انا بتضامن مع الاستاذ الكبير الشاعر اسلام خليل، بندعو كل الناس تنزل تنتخب، بس انتخبوا صح، وما تخلوش تسيطر المال السياسي او النفوذ السياسي على الانتخابات. عايزين يطلع برلمان ناجح، برلمان يمثل الشعب. وعايز اقول لو تسرب، هرجع بقى ايمن محفوظ اللي بيقول كلام وطني بقوله من قلبي، ما حدش يقول ان انا بتعصب، لا، ده انا وانا بكلمكم بحماس بقول ان حتى لو تسرب الى مجلس النواب بعض الناس اللي ليست مؤهله لمجلس النواب، لازم كلنا وانا اولكم ان احنا لازم نوصل صوتنا وصوت النقد ليهم، ومش هنسيبهم. وان الدخول الى البرلمان ما هوش حصانه ابديه ضد اي مشكله ولا ضد اي فساد او اي شخص فاسد. احنا هنفضل دايما ورا بلدنا، ورا قائدنا، ورا رئيسنا، رئيسنا اللي مقوي قلبنا. وبنقول مفيش حد ضد، مفيش حد هيوصل للبرلمان غير بانتخابكم. وفاصل بس ثواني وهنرجع لكم تاني مع الفقره الثانيه، معانا قضيه خطيره جدا. تابعونا، محدش يروح في اي حته، واستنونا في الجزء الثاني من حلقتنا مع مشترك القانوني.